اهلا بحضراتكم من جديد في مصر الجديده. والنهارده واحنا بنبدا حلقتنا كنا في جوله مع الارشيف، جوله في الماضي. يعني بصراحه انا قلت بقى في الفقره دي بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي ده كان كله جراح على راي عمرو دياب، بلاش خلينا في الحاضر بقى. بس المفاجاه انه لقيت الحاضر دخل في المستقبل خلاص. كنت عايزه اتكلم عن العشوائيات واللي حصل فيها في الحاضر اللي احنا عايشينه دلوقتي، فلقيت اصلا كلمه عشوائيات اتشطبت خلاص من قاموس الدوله المصريه، وبقى في بدلها مصطلح اسمه التنميه الحضريه. بس هو السؤال هو يعني اتغير كده وخلاص، عناوين كده اتغيرت وخلاص؟ هنعرف تفاصيل اكتر عن التفاصيل وعن الرؤيه الجديده والخطط المستقبليه للعمران في مصر. بس انا كمان اكتشفت انها مش بس رؤيه جديده وخطط للمستقبل، لا دي بدات تتنفذ كمان. هي مش خطط للمستقبل لسه هنبدا فيها في المستقبل، لا احنا بدأنا فيها، فعل ماضي مش فعل مضارع، لان الشعار في مصر دلوقتي هو المستقبل يبدأ الآن. المستقبل اللي احنا كنا بنحلم بيه بدأ عمليا، والماضي اللي كان مطول معانا للحاضر بقى ماضي فعلا. لكن هل الطموح حلو بصحيح؟ الطموح حلو، طموح جميل، بس يعني الواحد ممكن يبقى طموحه، لكن هيسأل نفسه هو بلد بحجم مصر ممكن شكل الحياة يتغير فيها كده بسهولة؟ حصل. طيب تخطيط المدن اللي بقاله سنين طويلة واللي بيعاني من الزيادة السكانية ومن مشاكل بيروقراطية والمخالفات ممكن يتصلح؟ طيب هي الأماكن التاريخية بتاعتنا اللي ملهاش مثيل في العالم ممكن ترجع أجمل من الأول؟ طيب رجعت أقول لنفسي، طبعا كل دي أسئلة أنا قاعدة بسألها لنفسي، رجعت أقول طب ما هو العشوائيات كانت مهمة مستحيلة، ما هي العشوائيات كانت صداع مزمن ملوش علاج زي ما ناس كتير كانت بتقول، يبقى أكيد في أمل حقيقي، لأنه الأمل ده مبني على دراسات وحسابات من الواقع على الأرض مش على أمنيات في الهوى. طب إيه بقى موضوع التنمية الحضرية؟ ده السؤال اللي أنا هطرحه هو وكل الملفات دي على ضيفي اللي منورني في استوديو مصر جديدة، المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية. مساء الخير، أهلا بحضرتك يا باشمهندس. مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني ملفات كتير بصراحة ملقاة على عاتقك، والمهمة أنا عارفة مهمة مش سهلة، بس الأول هل احنا نقدر كده نشطب ونعمل اكس على كلمة عشوائيات كده بجرة قلم؟ يعني هل ده سهل كده ان انا خلاص مفيش عشوائيات اكس؟ حصل. يعني احنا فعلا لما بدأنا نعمل اتكلفنا سنة 2016 من سيادة الرئيس بالقضاء على العشوائيات الغير امنة على مستوى الدولة، عملنا خريطة قومية وعملنا خطة قومية وعملنا خطط استراتيجية وسياسات عشان نقضي على العشوائيات، وبرنامج زمني وتكلفة، وبدأنا على التنفيذ. أول ما بدأنا التنفيذ فقعدنا نفكر نقول طيب عندنا إيه قضايا العشوائيات؟ هما ثلاث قضايا: غير آمنة، غير مخططة، أسواق عشوائية. كان التكليف لينا بالغير آمن علشان حياة الناس، صحتهم، مستقبلهم في خطر. فدي كانت هي التكليف الأول لينا اللي نقضي عليها في 2020. يعني إيه غير آمن؟ بس عايز أفهم الأول. الغير آمن اللي هي ليها أربع درجات بتفسر كده، يعني غير آمن على حياتك. واحد ساكن في مكان فيه سقوط صخور زي الدويقة، انزلاقات جبلية، سيول زي ما حصل في 15 مايو زي في جنوب سيناء، في خط سكة حديد، دي خطورة دهمة اللي هي إنسان مش آمن على حياته. دي درجة من درجات الأربعة بتوع الغير آمن. الدرجة الثانية سكن غير ملائم، واحد سكن في عشة، في بيت صاج، سقف صاج، سقف خشب، بيوت قديمة تقادم عليها الزمن، بيوت مبنية من مخلفات البناء، دي سكن غير ملائم ما ينفعش إنسان يعيش فيه. الحاجة الثالثة اللي هي خطر على الصحة، إنسان ساكن تحت ضغط عالي، خط ضغط عالي، ساكن في منطقة ملوثة صناعيا، في منطقة صناعية، ساكن في منطقة ملوثة بالمجاري والصرف والمية، دي خطر على الصحة. في حاجة رابعة بقى اللي هي غير آمن على ماله. ازاي واحد بني بيت حلو قوي وجميل جدا وشيك قوي، ممكن تبقى فيلا كمان، بس على الارض مش ارضه، يبقى الحيازه الغير امنه، دي احدى درجات عدم الامان. فدي درجات عدم الامان للانسان. فاحنا عملنا خطتنا فلقينا نفسنا عندنا 200 ألف وحده
ال 200 ألف وحدة دول تكلفتهم طبعا احنا كان لينا قلنا أرقام، طبعا انتوا بقى تكلموا على الأرشيف بقى، أصل انتوا أرقام حضرتك قلت اتكلمت عن تطوير 357 منطقة من العشوائيات الخطرة بالتوازي مع بناء 60 مشروع سكني، دي الأرقام اللي حضرتك قلتها. الأرقام دي مش سهلة، تكلفتها كمان كبيرة، إيه اللي خلى إنه اللي ممكن يتنفذ في سنوات كتير ومش سهل وتكلفة كبيرة إنه يتنفذ في وقت صغير؟ أولا أول حاجة طبعا توفيق ربنا، ده أهم حاجة. تاني حاجة التخطيط الجيد للقضية، وحطينا إيدينا ما دام الدكتور الشاطر شاطر ليه؟ بيعرف المشكلة فين، فبيحط إيده عليه ووصف المرض فين والمشكلة فين. تشخيص خطوة للعلاج، أول خطوة للعلاج. تاني حاجة المريض لازم تشركه، ما انت ما بتجيش تكشف على المريض وما تقولوش انت حاسب الوجع فين، او انت ممكن ايه اللي هيريحك، اللي هم الناس الساكنين الناس اللي عايشه في المناطق، لازم الحوار المجتمعي معاهم مهم جدا جدا عشان نجد حلول تتوافق مع رغباتهم. كان زمان الدوله بتحط حلول لا تتوافق مع رغبات المواطن، وحلول احيانا مش واقعيه، مش واقعيه خالص. إنه بصراحه مثلا سكن بعيد قوي عن الشغل، ف سكن بعيد مش هيقدروا ينفذوا، وتفترض تعويض ما ينفعش يعيش بشهر، يعني ممكن تقول مثلا ايه هنطلعك ونديك تعويض 10,000 جنيه، انت بتعمل فيه، انت بتشرده، عمره ما هيتقبل ذلك خالص. اذا فهو المشاركه المجتمعيه مع الناس وسماع نستمع الى مطالبهم وما يتحقق منها، وبالعكس كمان يعني في بعض المناطق كنا احنا حاطين خطه نفسنا وحاطين ازاي الحلول، لقينا مطالب الناس اقل من اللي احنا حاطينه، اديناهم اللي احنا حاطينه بقى هنا الاعلى. طب لو في حال العكس الموضوع وهم طلبوا، يعني اديني مثال، اديني مثال في مثلث مزبيرو، مثلث ده المثلث الخطير ده، مثلث مزبيرو مثلا حطينا حلول، احنا نزلنا قعدنا مع الناس، انا نزلت مثلث مزبيرو مع التيم بتاعي كله، وننزل مثلث مزبيرو في رمضان، كنا حضرتك بنفسك نزلت؟ نزلت بنفسي وقعدت معاهم على القهوه، وقابلت مع الناس في رمضان، عزمونا على الفطار في رمضان وعزمونا على السحور في رمضان، يعني وبشكرهم طبعا، وقعدنا مع بعض وقعدنا نسمع منهم كلام، يقول لنا احنا عايزين كذا، انا سمعت منهم واحد يقول لي انا عايز تعويض مادي بس مناسب، حط خط تحت كلمه مناسب، كلمة مناسبة. على فكره الملف ده قعد سنين طويله موجود 40 سنة، في الدوله 50 المصريه سنة. ما كانش حد قادر يقرب له اصلا خالص، لان لما الدوله فكرت تحله حلته من طرفها بس بفكرها هي بس، بدون ما تشرك الناس معاها وبدون ما تحط حلول مناسبه للناس. نزلتوا بقى قعدتوا مع الناس، قعدنا مع الناس وجها لوجه، نسمع منهم ومثلا يقول لي انا عايز تعويض مناسب، قعدنا كان الاول مفروض لهم 25,000 جنيه الغرفه، قعدنا كان طب 50,000، طب ايه رايك في 60,000 للغرفه و 40,000 جنيه دعم اجتماعي كمان. اذا فميت اللي عنده غرفه الشقه اللي اوضه واحده، ما لو شقه اوضه وصاله اعتبر له صاله اوضه كمان يعني فاللي عنده غرفه واحده هناك، كان في عندنا 2900 اسره عايشه في غرفه واحده بحمامات مشتركه، فتخيلي الماساه، مقسمين الشقق يعني فالغرفه الواحده ب 100,000 جنيه، 60,000 جنيه غرفه و 40,000 جنيه. طيب واحد تاني قال لك لا مش عايز تعويض، طبعا عنده اوضتين وصاله يعني ثلاث اوض، معناها بيتكلم في 220,000 جنيه، اللي ساعتها الاسكان الاجتماعي ب 174,000 جنيه، انا بدي له اعلى من الشقه اللي بياخدها من الدوله، وكمان هيدفع مقدم بس والباقي هيشيله في البنك، يطلع له ارباح تجيب له القسط بتاع الشقه كمان، يبقى تمليك في الاخر كمان. قعدنا نفكر ازاي ندي له حاجه مناسبه زي ما الدوله بتدي، هو ازاي يبقى معاه فلوس يجيب من الدوله. طيب واحد يقول لك انا عايز شقه في الاسمرات، اتفضل الشقه هحسب لك كمان ب 200,000 جنيه، وانت ليك عندي 220,000 جنيه، وادي كمان 20,000 جنيه. طب انت ليك 280,000 جنيه، يبقى خلاص ليك عندي اللي هي 80,000 جنيه، كده يعني بيسكن ومفروش، اخد فلوس كمان مفروش كمان. انا بتكلم على مين؟ على المستاجر وليس المالك. هنا المستاجر حتى لو معاه عليه قضيه طرد. طيب واحد تاني قال لي انا عايز ارجع تاني، مش هفارق منطقتي، انا عايز اعيش فيها واموت فيها، بس انا عايز ارجع بنظام التمليك. حاضر. واحد تاني يقول لك انا عايز تمليك، ايجار تمليك على 30 سنه، ادفع اقساط بسيطه قوي. حاضر. واحد تاني لا طب انا عايز ادفع ايجار، مش عايز ادفع تمليك ولا حاجه، وتورثها لاولادي زي الايجار العادي. اوكي درسنا الكلام ده كله، حطيناه في استماره، استماره بقى فيها خمس رغبات، يا جماعه في حد عنده تاني رغبه سادسه غير الخمسه دول؟ محدش، ما احنا فكرنا وهم الناس قاعده تفكر، محدش لاقي رغبه سادسه، حطيناه في استماره.
وفتحنا باب وتوزيع الاستمارات على ناس كل استماره مكوده مع كل انسان خد الاستماره حط رغبته فيها زيرو اعتراض. كان في 8 اسر بس كانوا رافضين لانه خايفين، 8 اسر فقط اللي رفضوا ورفعوا قضيه. 8 اسر رفضوا من 4537 اسره. اللي ما خدش شقه في المكان بالشكل ده اعتقد هيندم يعني، فهم مش كده ولا ما ايه؟ عندنا في انا في 71% منهم خدوا تعويضات. خدوا تعويضات فعلا ساعتها، وفي حوالي اللي هم ما يقل عن 10% خدوا شقه في الاسمرات، والباقي خد 20% خدوا في اللي هيرجع عوده تاني العوده تاني. فحققنا رغباتهم كلهم، حتى الثمان اسر اللي كانت معترضه لما لقت فيه جديه من الدوله ولا ده الدوله دول رفعوا قضايا. الثمان اسر دول كانوا عاوزين ايه؟ كانوا عاوزين ايه؟ خايفين ان الدوله، ما زمان كان كل ما يجي يقول لك ايه ده الدوله هتعمل حاجه، انتوا هتعملوا فينا ايه؟ كلمه هتعملوا فينا ايه كلمه مهمه قوي. دلوقتي هتعملوا لينا ايه؟ طب ما هو شافوا جيرانهم يعني، ما كانش لسه بقى، كان لسه في البدايه، واحنا كنا بنتكلم الكلام ده ما حدش عارف ان دوله صادقه، وكل طبعا الاشاعات اللي طالعه علينا ده المستثمر الخليجي والاجنبي واللي جاي ياخد ارض، وحتى بعد ما احنا بدانا نعمل احنا المشروع ده انتوا مش هتسكنونا، كل مشروعاتنا كده. قال لك وقتها دول هيبيعوا ارض مثلث ماسبيرو. احنا لا نملك ارض مثلث ماسبيرو. مثلث ماسبيرو 74 فدان، ال 74 فدان لا تمتلك الدوله فيهم غير مسجد ابو العلا، مدرسة هناك، ومبنى ماسبيرو، ووزارة الخارجية. الدولة لا تمتلك على فكرة جميع الأملاك هناك، هي شركات وشركات أجنبية كمان فيهم، وملاك صغار ملاك اللي هم المصريين. ما فيش حد، احنا لا نمتلك غير حاجات ما كانتش داخلة في التطوير زي المسجد والمدرسة والإذاعة والتلفزيون ومبنى الخارجية، دول اللي كانوا ملك الدولة. على ذلك أنا مش هعمل حاجة فيهم. والملاك جبنا مقيم عقاري درس بسعر السوق. تخيلي لما يكون الدولة عوضت ناس سعر المتر هناك، وكمان مبنى عليه زيرو استثمارات، يعني مبنى عليه وناس عايشة فيه ب 68,000 جنيه على شارع 26 يوليو وشارع الجلاء. دولة عوضت قبل كده ب 68,000 جنيه، زمان ما كانش بيحصل حاجه زي كده خالص. وشوارع وحواري بقى فيها 10,000 ل 15,000 جنيه سعر المتر اللي عليها مباني وناس عايشه فيها مش هتخرج ابدا. بس في بقى نقطه تانية، انه ناس كتير من اللي كانوا ساكنين في المنطقه دي بيشتغلوا برضو في المنطقه دي، واكل عيشهم من المنطقه دي، اتعامل معاهم ايه؟ ما هو احنا هنا ليه عملنا الاستثمارات الاختياريه دي؟ كل واحد مضى طبقا لظروفه. واللي مضى ده وخرج عشان انا ابني المشروع، احنا ادينا له قيمه ايجاريه يقعد 3 سنين على حساب الدوله في اي مكان يختاره، خد 40,000 جنيه عشان يسكن بيهم فتره تنفيذ المشروع. ولما المشروع، في ناس بدات معانا من الاول مضت على الاستمارات قبل ما نبدا المشروع كمان ب6 شهور. عجبني موضوع الاستماره الاختياريه، عارف زي رغبات الثانويه العامه كده، يعني انت بتدي للراجل اللي هو عايش في المنطقه اللي انت هتطورها وهتخرجه من بيته استماره، بيكتب رغباته، سواء بقى هو عايز قيمه ايجاريه لحاجه هيروح يسكن فيها عقبال فتره المشروع ما تخلص، او ان هو ياخد شقه في مكان تاني، او 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 انتوا بتدوا له اختيارات، وكمان وكل واحد بيختار وفقا لظروفه الشخصيه. وفتحناها مرتين تعديل رغبات. تعديل رغبات كمان. يعني كل واحد يجي يعدل رغبته بعد ما فكر تاني يعدل رغبته. معظم الناس هناك اختاروا ايه؟ التعويض المادي، 70% من خطوط التعويض المادي. اديني الفلوس وانا هتصرف. وبعدين لما لقوا الابراج طلعت بعد كده، بعد ما خلاص قفلنا التعديل، خلاص احنا عملنا مشروع على التعداد اللي راغب في العوده. في ناس عايزه تعمل العوده، ابراج طالعه وحاجه على النيل يعني، فما ينفعش خلاص، احنا المشروع اتبنى على اساس عوده الاهالي اللي طلبت رغبه العوده. يعني في بعض الاهالي من اللي كانوا ساكنين في منطقه مثلث ماسبيرو هيرجعوا يعيشوا في برضه 1000 اسره. 1000 اسره 912 بالظبط. 912 وفي يعني هم دول هيرجعوا ان شاء الله. يعني اللي اتبنى او اللي بيبني دلوقتي الابراج اللي على 26 يوليو بتاعت اهالينا العوده. يعني الابراج دي مش حاجه استثماريه. مش حاجه للاستثمار التجاري. لا دي هيسكن فيها اهالي مثلث ماسبيرو. في جزء منهم معمول عاملينه زياده اصلا، واحنا بنبني المشروع اللي هو بتاع المثلث ماسبيرو للاستثماري، ولكن الاهالي جميع اللي قدم رغبه
بالعودة راجع بإذن الله وبقى كده تاني هنا راجع بإذن الله طبقا اللي اتفقنا معاك. يعني هو كان عايش في مبنى كده قديم وفي بعض البيوت كانت متهالكة وممكن تكون قايلة للسقوط، كان بيقع ساعتها لما كان الناس بتيجي تتفاوض كان في البيوت بتقع أحيانا. بالضبط. هيعيش في برج على النيل، برج بأربع مداخل 10 مصاعد. الحياة بتختلف هنا رأسا على عقب، يعني ممكن حياة الإنسان فجأة كده يصحى من النوم يلاقي حياته من أقصى اليمين لأقصى الشمال، من سكن في منطقة عشوائية، بيوت متهالكة قديمة، لأنه ساكن في برج على النيل. بيصحى من النوم يعني عارفة اللي هو بيكون جاي مثلا مشروعاتنا احنا بننقل الناس وعربيات محافظة هي اللي بتنقل الأهالي من المشروع القديم للمشروع الجديد، زي مثلا نقلنا ناس من بطن البقرة، ناس من عزبة أبو أرنب أو جميع مشروعاتنا. المحافظة بتاخد ناس تنقلهم على مكانهم الجديد، وهو صاحي بيلاقي نفسه اتحرك في عربية من غير عفش ولا حاجة، راح بس بشنطة هدومه، خد المفتاح ده خش الشقة دي بتاعتك. عارف يعني وانا قاعدة مع حضرتك، عارف زي ما الأمريكان ما بيقولوا This is too good to be true، يعني ده موضوع جميل جدا لدرجة ان انا مش مصدقة ان ممكن ده يحصل. ممكن انا مصدقة لاني نزلت وشفت، بس ممكن ناس تفرج علينا تقول بقى انتوا قاعدين بقى بتقولوا كلام ايجابي علشان انتوا عاوزين تطلعوا في التلفزيون تقولوا كلام ايجابي وتقولوا ان كل شيء تمام وكده، ممكن ناس بتتفرج علينا تبقى فاكرة كده. فانا عايزة بس حضرتك تقول ايه الواقع على الارض الملموسة اللي اي حد ممكن دلوقتي يروح منطقة مثلث ماسبيرو يتأكد بنفسه ان اللي احنا بنقوله ده مش too good to be true، لا this is true، لا ده بجد ده حقيقي. ده الناس تروح تتفرج هناك على المشروع، هناك شغالين فيه، الاوراق شغاله. يمكن عندنا هو مش تاخيرش في المشروع نفسه، احنا اللي اخرنا فيه مش اخرنا كتاخير تنفيذ بقى بتنفيذه هيئه المجتمعات العمرانيه على اعلى مستوى. المقاول اللي شغال، المقاولين اللي شغالين في العالمين واللي شغالين في العاصمه الاداريه هم نفس المقاولين اللي شغالين في المباني دي. نوع التشطيبات اللي بتتعمل في العالمين والعاصمه والحاجات دي هي نفس نوع التشطيبات اللي بتعمل لاهالينا. وانتوا اللي هترجعوا تاني والمشروع هناك خلاص خلص، خرسانات بنسبه 100%، شغالين دلوقتي في مرحله التشطيبات. يعني احنا بنحاول من سابق الزمن ان احنا ننقل الاساسات لوحدها 30 متر خوازيق تحت الارض عشان نبني الابراج دي للناس، مكلفانا ملايين الجنيهات عشان نحافظ على وعدنا ان هنبني للناس هنا. مكلفانا كتير جدا. فدي لوحدها خدت لها اكتر من 8 شهور. الاساسات، مش الاساسات، الخوازيق اللي هنبني عليها الاساسات. طب كل المنطقه دي بتاعت مثلث ماسبيرو هيبقى فيها ابراج سكنيه لاهالينا بتوع مثلث ماسبيرو ولا اي حاجه هناك في او في بعض الحاجات في جزء هناك؟ استثماري طبعا. لان في ملاك الاراضي هناك اللي هم الشركات والاستثمارات هناك اصحاب الاملاك. انما احنا استقطعنا منهم جزء عشان نرجع اهالينا تاني على 26 يوليو اللي هو بيتعمل دلوقتي خلاص، اللي هو المشروع اللي سبق اي استثمار على ارض مثلث ماسبيرو. احنا سبقنا كل شيء، وكان اهم حاجه عندنا ازاي نطلع بابراج اهالينا العوده من مثلث ماسبيرو. فاحنا هنلاقي نفسنا في فرق كبير جدا جدا بين تنفيذ مشروع عوده الاهالي اللي هو لن يقل في شكله وجودته وتشطيباته، يعني الناس بتتحرك هناك، نفس البرج اللي هيطلع للاستثمار هو نفس البرج اللي مبني لاهالينا، مفيش فرق. هو نفس الشيء. فالمشروع نفسه هيبقى ان شاء الله مفخره لمصر، تقول احنا خلاص ما فيش حاجه ما بديل بقى. ده مشروع الاهالي، مش في حاجه اسمها منطقه فقيره ومنطقه غنيه، يعني انه كل الناس ساكنين جنب بعض. مفيش تصنيف في كان في تصنيف قبل كده في مصر، كلاس ايه، كلاس ايه بلس مثلا. كلاس بيفكرني بالتخطيط بتاع لندن، انه في نفس المنطقه البيوت بتاعه الاقل يعني حظا جنب يعني الاسكان الاجتماعي، جنب الاسكان المتوسط، جنب الاسكان الفاخر. ما فيش حاجه اسمها دي منطقه راقيه ودي منطقه فقيره او منطقه شعبيه، خلاص كله زي بعضه. هو ما فيش مجتمع بينجح غير من بجميع تصنيفاته. كله بيعتمد على بعضه، الطبقه الغنيه او الطبقه المتوسطه او كل ده بيعتمد على بعضه. ده محتاج ده يشتغل معاه، ده محتاج يساعده، ده محتاج يشغل، ده محتاج هو بيصرف ويعمل ويشغل. كل الحاجات دي لازم تكون، ما فيش مجتمع هيطلع من طبقه واحده. طبقه واحده دي ما تنجحش مجتمع وتنجح مكان.
كلنا عايشين على كلنا ارض عايشين واحدة. الأرض كلنا واحدة. عايشين على مصر كلنا محتاجين بعض كلنا حاجة. محتاجين بعض من الاخر. طيب ناقص قد ايه من المناطق اللي هي الاقل حظا؟ خليني بدل ما انتوا لغيتوا العشوائيات مش هقول خلاص عشوائيات خلاص انا كمان هلغيها من قاموسي. احنا من المناطق الاقل حظا احنا خلصنا قد ايه وتخلصنا من المنظر اللي كان موجود قبل كده قد ايه وقدامنا قد ايه؟ احنا خلاص احنا عندنا 246 ألف وحدة في 357 منطقة مخلصين منهم 90%. 10% الباقيين دول كلها مشروعات جاهزة للافتتاح بنسبة تنفيذ من 95-98%. يعني عندنا في بشار الخير 15600 وحدة، الخيالة في مصر القديمة 2520 وحدة، 15 مايو زهور 15 مايو كانت اسمها زرايب 15 مايو، احنا عملنا مشروع اسمه زهور 15 مايو بنغير الاسم. اسمها قبل كده احنا بنغير الاسماء. كان اسمها ايه؟ زرايب 15 مايو. والناس كانوا ساكنين فيها يعني ساكنين فيها. يعني يقول لك يقول لك العنوان بتاعه مثلا في البطاقه زرايب 15 مايو تل العقارب. كان اسمها بقى اسمها روضه السيده. تخيل واحد مثلا ساكن في حته تل العقارب، طب روضه السيده بنختار الاسماء. منطقه بطن البقره بنخلي الواقع احلى. منطقة بطن البقرة، هل أنا هعمل مشروع هسميه بطن البقرة؟ لا ده بنغير الاسم طبعا بنخليه يعني حاجة تانية خالص. يعني مثلا هيبقى مثلا جوهرة الفسطاط مثلا، احنا في الفسطاط مثلا. مثلا زرزارة في الغردقة، زرزارة زرزارة مدينة الأمل، زرزارة مثلا في هناك بقى مثلا اسمها روضة الغردقة، روضة سفاجة. بنغير الأسماء عشان نفس البني آدم. انت قلتي كلمه حلوه جدا، الناس دايما بيتغير حياته وسلوكياته تتغير مجرد بروح المكان الجديد، جزء منها بيتغير. واحنا بنلعب على الباقي بقى، احنا بنطور حياه مش بنطور عمران، العمران ده جزء من التطوير اللي احنا بنعمله. عشان كده لما جينا ندرس دي حاجه مهمه جدا. حضرتك قلت تصريح حلو قوي ان احنا مش بنغير بنايات. لا ده جزء. ده انا بعتبره الجزء الاسهل والجزء اللي واضح للناس، لكن ال ال ال, ال, ال غير مباشر الخفي اللي الناس مش حاسه بيه اللي هو الصحي. لما الناس بتنقل مكان كان في مجاري او منطقه او بقى امراض مزمنه، طب او ضغط عالي او لما بتنقل المكان الجديد ده او الضغط العالي. على فكره احنا بنحافظ على وجود الناس احيانا لما يكون بيوت حالتها كويسه، تخش بقى في المنطقه غير مخططه بقى كده، لكن مش غير امنه، بننقل خط الضغط ونغير مساره وندفنه كمان عشان ما يتعادش يتعرض اللي احنا وبيكلفنا اكتر. على فكره ممكن من هنبني يعني في خط بتاع القليوبيه ده لوحده كان المؤشر الاداريه الاولانيه 2.6 مليار جنيه. احنا قعدنا نتفاوض مع وزاره الكهرباء لغايه ما وصلنا 750 مليون جنيه. خط الضغط اللي كان في مدينه الامل اللي كانت عزبه الهجانه 214 مليون جنيه. دي ارقام كبيرة عشان نحافظ على حياة الناس وصحتهم. طيب التعليم، الأمن، الأمن ده عنصر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ من ده آدم اللي كان عايش في المنطقة اللي حاسس إن البلد مهمشاه وحاسس إن البلد ما ادتلوش حقه وظلماه، مش سهل جدا أنا استقطبه تعالى دمر البلد اللي مش شايفاك، البلد اللي باعتك، اللي يروح جاي يفجر نفسه يحارب البلد دلوقتي لما ودي الاماكن اكتر اماكن مصدره لهذا الشيء. طب لما يحس المواطن ده ان البلد اديته كمان ما يستحق، يعني ما يستحق، ما حدش بيمن عليك بحاجه ولا حد، ده حقه، ده حق من حقوقه، حقك كمصري. انت كمصري هتستحق كتير جدا اكتر من حد، من اي حد في الدنيا. انا عنصري بقى ولا ما اعرفش انا ايه، انا بحب بلدي وبحب ولاد بلدي، فانت مصري تستحق كتير جدا لانك انت ابن ام الدنيا. فلما بتاخد حاجه محدش بيدي لك حاجه، محدش بيمن عليك، محدش بيمن عليك، ده انت حقك اللي احنا بنبحث لك عنه وبنعتذر عن قصور السنين اللي فاتت والعقود اللي فاتت. وعلشان القصور بتاع السنين والعقود اللي فاتت بيبقى عند بعض الناس تخوفات زي ما حضرتك قلت لي في الاول، ما بيبقوش مصدقين انه بجد، بيبقوا في حاله عدم ثقه في الاول. ايه ده يعني انت ما هتاخد بيتي انا مش هترمي في الشارع؟ ايه ده يعني بجد انا هسكن في البرج ده؟ بجد انا يعني هتديني الفلوس دي؟ انا مش مصدق. فعلشان كده الناس برضو بتتخض في الاول، يعني بتبقى بيتخضوا خايفين وبيبقى عندهم حق في الاول. كنا الاول ممكن ناس تجابهنا، انتوا هتعملوا ايه فينا؟ ايه ده حرام عليكم؟ ايه نقعد معاهم نفهم يا جماعه احنا ان شاء الله هنعمل واحد وادي الصور، وادي 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 عقود، وادي عقود نمضيها معاكم مخطوبه من الدوله عشان لو قصرنا معاكم فعلينا قضايا. فبدانا
ننفذ وعودنا والناس بدات تسكن وتعيش وحياتها وتقدر. دلوقتي بقينا المكان اللي اتاخر عليه بيقولنا بقى يشتمونا بقى تاني بقى انتوا اخرتوا علينا ليه. طيب في تصريح لحضرتك هي تصريح عايزه اتوقف عنده شويه، قلت ايه؟ القاهرة ستكون أجمل مدن العالم في 2030. المشكلة بقى إيه هنا؟ 2030 مش بعيد يعني، خلاص 8 سنين تقريبا. يعني عادة تصريحات السنين السابقة أو العهود البائدة يقول لك إيه 2050، يعني يقول تاريخ بعيد شوية ويمين يعيش بقى. بس حضرتك قلت التصريح ده يعني 2030، يعني بعد 8 سنين. إزاي بعد 8 سنين هتقدر تحقق وعدك في هذا التصريح؟ طيب احنا في 2016 وعدنا، قلنا 2020 هنقضي على غير آمن، حطينا خطة وبدأنا نشتغل عليها وبدأنا نقول احنا في 2020 نوصل لكذا. واحنا شغالين لقينا كمان كنا بنقول 200,000 وحده، فتحول له 246,000 في 46,000 وحده زادت علينا، احنا زودناه على نفسنا. لقينا مثلا ايه لما بنجمل المكان ده او نطوره اللي حواليه ظهر انه مش حلو، طب يبقى بدل ما تبقى مثلا 500 وحده تبقى 2000 وحده، زي سور مجرى العيون نزله السمان بدل 710 وحده بقت 4800 وحده، مع ان اللي حواليها غير مخطط بس غير بس امن. لا قلنا من يعني الطموح العمراني والطموح اللي احنا فيه ما بقاش له حدود وما بقاش له سقف، ما حدش هيوقف في الحته دي. فبدانا بقينا بنستمر فنفذنا وما نفذناش في الخطه بتاعتنا. طب احنا من 2017 درسنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه، لما ننفذ خطتنا وكلمتنا حاجه من الاثنين، ما نفذهاش والصندوق مفروض يتحل لانه ما نفذش خطته، يا اما يكون الصندوق نجح وعايزين نحافظ على نجاحاته مع دعم القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء لدعم هذا الملف لازم نستغله. يبقى اذا من 2017 درسنا ماذا بعد 2020، قعدنا ندرس نقول ايه، عملنا تشريح للمجتمع والعمران في مصر وتصنيف، التصنيف ده قال لنا مشاكلنا هنا وهنا وهنا، المناطق اللي هتدينا عائد هنا وهنا، المناطق اللي مش هتدينا حاجه هتتصرف على نفسها وتعمل نفسها هنا. طب الكلام ده كله عايز يبقى اسمه ايه؟ طلعنا ده اسمه تنميه حضريه. يبقى احنا لازم يكون اسمنا بعد 2020 صندوق التنميه الحضريه، مش صندوق العشوائيات. طب صندوق التنميه الحضريه عندنا مشاكل، عندنا حاجات بتجيب، وعندنا خطه وعندنا خريطه حاطين عليها المشاكل، عندنا حلول. قمنا عملنا قرار تغيير الصندوق من صندوق تطوير المناطق العشوائيه لصندوق التنميه الحضريه اللي مهامه سقفها كبير قوي عن تطوير العشوائيات. طلع عشان ده جزء بقى ما نسيناهوش، ده بقى جزء مننا، جزء وليس كلنا، مش كل كياننا دلوقتي، لا ده احنا بقينا جزء مننا اسمه عشوائيات، لكن الاربع الاجزاء التانيين التنميه الحضريه حطينا نفسنا مهام، سقف طموحاتنا العمرانيه علي معانا كبر معانا، حطينا خطه لنفسنا ان احنا ان شاء الله 2021 هيكون اسمنا صندوق تطوير صندوق التنميه الحضريه. مهام بتاعتنا 1 2 3 4 5، اليات العمل 1 2 3 4 5، التنفيذ هيكون في 2020. احنا زي ما حضرتك قلت في الاول ونفذنا، احنا بدانا قبل ما نغير اسمنا، بدانا 2016 قضيه لا احنا بدأنا غير عشوائي 2016 احنا بدانا كصندوق تنميه حضريه في قضيه اسمها تطوير عواصم محافظات المدن الرئيسيه، بدأناها من شهور قبل ما نغير اسمنا، بدأنا القرارات التاريخيه قبل ما نغير اسمنا، بدأنا حديقه الوسط قبل ما نغير اسمنا ومهمنا، بدأنا اصلا مهمتنا قبل ما الاسم يتغير. الاسم يتغير. طب بمناسبه القاهره التاريخيه وبمناسبه التصريح بتاع حضرتك انه القاهره ستكون اجمل مدن العالم في 2030، خطه تطوير القاهره التاريخيه ايضا ممتده ل 2030، ايه ملامح الخطه دي؟ هتطوروا ازاي القاهره التاريخيه؟ كيف ستكون صوره القاهره التاريخيه بعد 8 سنوات من الان في 2030؟ ايه اهم الاماكن اللي انتم محتاجين تطوروها؟ صوره القاهره التاريخيه طبعا احنا يعني برضو حته احنا في 2017 درسنا، عندنا برضو حاطين في خطتنا 2027 هندرس الصندوق هيبقى ايه بعد 2030، هنبدا من 2027 ندرس الصندوق هيبقى ايه. طبعا مش انا اللي هيجي بعديه، بس احنا حاطين في دستورنا كده جوه الصندوق ان شاء الله حضرتك تبقى موجود. اللي يجي يبدا من 2027 يعمل دراسه الصندوق هيبقى ايه
بعد 2030. طيب احنا هنتكلم بقى لما نوصل، يعني هنوصل 2030 بشكل ايه؟ اولا 2030 احنا عندنا في قضايا كتير جدا جوه العمران المصري، الغير مخطط والقاهرة التاريخية. لو اتكلمنا على القاهرة بس، عامه على الجمهورية كلها مش القاهرة بس في التاريخية، الاماكن ذات الطابع المميز، اي مكان فيه حاجه تاريخيه او حاجه احنا ممكن نتدخل فيه دلوقتي كصندوق تنميه حضريه. بقى كان زمان احنا عشوائيات، لا اوعى تمد ايدك. لما نيجي نعمل تطوير عمراني ونعمل عمارات وسكني وحاجات استثماري، انت بتاع عشوائيات اوعى تقرب. الاسم لوحده بياخد هو على انت جنب. انت بتاع عشوائيات، انت لو قربت من هنا انت بس ما نقول بقى صندوق التنميه الحضريه. يعني تعالى اتفضل صندوق عشوائيات، اقعد هنا على جنب بس كده والنبي عشان لكن دلوقتي بقى عندنا سقف طموح عمراني ونقدر نستغل. خلاص الحمد لله احنا ناس كنا بتوع عشوائيات بس كنا بنخطط كويس شويه. يعني بنعرف نخطط ونحط خطتنا ايه ونشوف، نبدا من حيث انتهى الاخرون، الاخرون اللي هنا والاخرون من بره. احنا بنستورد افكار ازاي ننجح، ازاي نقدر نقول احنا شغالين على عشوائيات اصلا كمان، ازاي كنا بنخلق استثمار وانا جوه العشوائيات، ازاي انا اقول انا اعمل العمارات دي واعمل فيها حاجات تجاريه وحاجات خدميه تحقق لي عائد. اعتقد سنغافوره بلد من البلدان اللي كانت رائده في الموضوع ده، يعني الشكل بتاع البلد بالظبط اتغير من شيء. انا قريت الكلام عنها كتير جدا، ومن ضمن الحاجات اللي انا شايفها وكنت بغير منها سنغافوره. بس تعالوا دلوقتي بقى نشوف، لما رحنا المنتديات العالميه والوف وكنا في اليو ان هابيتات وكل المحافل الدوليه اللي احنا رحناها، لا ده احنا ما حدش قدنا الحمد لله. لا ما حدش قدنا بجد، مش كلام بنقوله كده ومصر ام الدنيا، لا هي ام الدنيا. فعلا احنا ما حدش قدنا هناك. احنا قلنا خطتنا وقلنا انجازاتنا، الناس بقى تتفرج علينا، انتوا متاكدين دي مكتات ولا دي حقيقه؟ دي حقيقه وناس عايشه بتمشيها هي قدامكم. القاهره التاريخيه ايه اهم المناطق اللي انتوا بتنظروا لها انه هيحصل فيها تطوير؟ القاهره عامه كلها ان شاء الله هتطورها، بس بادئين بخمس مناطق فيها دلوقتي. الخمس مناطق دول باب زويله جنوب والمنطقه بتاعه حاره الروم، ومنطقه الحاكم ودرب اللبانه ومنطقه الحسين. طيب دول المناطق دي اصلا. طب الحسين بقى هبدا بيها، الحسين فيها اماكن مهمه جدا للسائحين، يعني يعني خان الخليلي بقى والخياميه، يعني فيها شويه حاجات مهمه جدا لما نبدا نطور فيها، هل هيتغير الشكل اللي احنا متعودين عليه؟ حلو قوي السؤال ده، عشان اوضح للناس احنا داخلين نعمل ايه. لان احنا اول ما دخلنا انا شخصيا كان واحد بيقول لي انا جيت ابيع بيتي كان جايب لي 1,000,000 جنيه، دلوقتي مش جايب لي 200,000 جنيه. قلت له ليه؟ قال لي ما انتوا هتهدوها. لا احنا مش هنهد حاجه، اصل المنطقه دي كمان منطقه يعني منطقه مهمه جدا، يعني هي على خريطه التراث العالمي. صحيح. احنا داخلين نحافظ على التراث العالمي فيها، الحواري والشوارع الموجوده هنحافظ عليها زي ما هي، شوارع وحواري تاريخيه والازقه الجميله دي اللي موجوده جوه الحسين. لا لا مش هفتح محور واوسع محور من هنا، لا لا ده هي بطبيعها ده لازم احافظ عليه. انا هعمل ايه؟ البيوت القديمه اللي هي ذات واجهات قديمه وذات طابع اسلامي هجددها على وضعها واجددها تاني ونرممها. هرممها مش هجددها بقى، هنرممها. الاثر هنرممه، في اثر مسجل وفي اثر تاني مش مسجل. الاثنين هيترمموا ان شاء الله عشان نرجعهم لاصلهم بتاع زمان، اصلها بتاع زمان اللي هو كده. طب بيت مبني مودرن حديث في وسط كده، حاجه نشوز شديد جدا. هحول واجهاته للطابع الاسلامي الجميل القديم. طب في خرابات، في مناطق متهدمه متدهوره، خلاص الكلام ده هنشيله ونبني مكانه. لو كان حاجه تاريخيه حاجه اثريه نبني مكانه زي ما كان زمان. طيب في ناس بيوتها قديمه وممكن تقع كده، ممكن نشيل البيت نبنيه من تاني سكن للناس تاني. كل حاجه هنرجعها لاصلها الحلو تاني. محدش فكر ان انا هنشيل بيت ونسع الشارع ونفتح محور. الحاره المزنوقه اللي دخلت على زقاق مقفول، ايوه هنحافظ عليها زي ما هي. هو ده لازم نحافظ عليها زي ما هي، بس نجدده ونجمله ونرمله، بحيث السائح هنا مش جاي يزور السيد الحسين، ده جاي يتمشى في حواري مصر. الحرف بقى، الحرف والمهن اللي جوه القاهره، النحاسين بقى، اي حاجه بنقول هننميها ونطورها وهنعرف نفتح بوتيك اوتيل في جوه اي منطقه جوه كان فاضيه. كان في زمان في شارع المعز بوتيك اوتيل او اوتيل كده جميل هنعمل جدا، هنعمل في اي حته ارض. احنا بنشتري على فكره اراضي، الناس عندنا ناس جت خلاص
تعرض علينا اراضيهم الفاضيه وكده، نشتريها بايه؟ سعر السوق استشاري بيقيم سعر الارض. عايز اقول لك ان احنا ايه يا جماعه، الناس جت عندنا لا انتوا، طب انت ارضك ايه؟ ارضي، طب ارضك هنا كويس المتر هنا ب 20,000؟ قال لي اه كويس انا موافق. قلت له طب والله الراجل مقيمها ب 30,000، انا هديك. بقى مش مصدق نفسه ان الدوله هنا حقك عمره ما هيضيع عن الدوله دلوقتي. انت حقك وزياده على دائر مليم، زي ما التقييم ان الارض دي لو جه واحد يشتريها هيشتريها بالسعر ده رغم ان التراخيص واقفه وقانون البناء و و لا لا، احنا هنحسبها لك على السعر، بسعر السوق دلوقتي. سعر السوق دلوقتي بيقول ايه؟ عجبك السعر؟ مش عاجبك قدم تظلم وهنراجع نفسنا تاني وهات مقيم من عندك يقيم عشان قدامنا. يعني حضرتك بتطمننا دلوقتي انه منطقه الحسين دي هتفضل على ما هي عليه، ولكن الاجزاء المتهالكه او اللي محتاجه ترميم او اللي محتاجه تجديد هنظبطها، هيتظبط كله. الناس مفيش حد من الاهالي هناك هيتغير مكانه. انا مش عارف، في صور هنا جات لي بعض الحاجات التاريخيه اتعرضت هنا على الشاشه ولا لا. الناس شاف بيوت كان شكلها ايه، بقى شكلها ايه بعد ما جددناها. محدش دفع حاجه، الناس ساكنه جوه في بيوتها وجددناها. وكمان في نقطه مهمه جدا، لو في بيت حالته الانشائيه عايز ترميم من جوه بيت عادي هنرممه، لو في دوره ميه بتنشع ميه على الجوهجات اللي هنعملها دي، انا على فكره ما بجيبش فرشه وندهن، لا حل جذري، لا حل جذري، ومش الفرشه مره، ده احنا بنعمل مواد بنائيه حديثه عشان نحافظ عليها. ماشي ماشي. والمحلات بقى، والمحلات مثلا ما ينفعش في بعض، بقى احنا عملنا استمارات للناس في بعض المهن المتوافقه والغير متوافقه. يعني ايه غير متوافقه؟ ورشه حداده سباكه ميكانيكا سمكره، ما ينفعش جوه القاهره التاريخيه. ما ينفعش، ده لازم يخرج من هنا. هتقولي ده حرام عليك، هتخرجه توديه فين؟ ده اكل عيش وبتاع. لا، ده انا عامل له على محور جهان السادات 60 فدان، مجمع مهني وحرفي في على محور جهان السادات 60 فدان هناك. اللي عنده ورشه 2 3 متر و5 متر في زقفه حاره، انا ساكن هنا، انت كده 15 عماره هناك، اللي عايز يسكن كمان هناك يبقى ده الحل موجود على طول. بص احنا بندرس كل حاجه، مش سايبين حاجه بصراحه. مش حاجة. وأقولك دلوقتي الكنيسه موجوده في المكان ده، والجامع موجود في المكان ده اللي بنعمله، ومدرسه تدريب مهني موجوده في المكان، وموقف سيارات موجود، كل حاجه موجوده هناك في المكان ده. اللي هيروح اللي عنده ورشه 10 متر هياخد 20 و50 متر. طب هو عايز احسن من كده ايه؟ والعربيات هو من مكانه القديم لمكانه الجديد ده 7 دقايق على محور جهان السادات من بوابة الفتوح لغاية هنا 7 دقايق. تمام. حدائق الفسطاط على 500 فدان، هو في القاهرة 500 فدان موجودين نفاضين علشان نعمل عليه وحدائق الفسطاط؟ كانوا معمولين يعني خرابات وبحيرة يعني السيرة اللي كانت المرحلة الأولانية بتاعتنا، اللي كانت عبارة عن مبعث للأوبئة والأمراض، بقى دلوقتي شوف دي بقت حاجة هايلة جدا. الحاجة الهايلة دي بقى مش هتساوي حاجه جنب اللي هنعمله في بقيه ال 500 فدان دي. كانت يعني بدايه المشروع بس كده، لكن احنا هنعمل على 500 فدان. بدانا دلوقتي في ساحه عمرو موجودين هناك شغالين دلوقتي، هنعمل منطقه مغامرات، منطقه العاب، منطقه فندقية. منطقه مغامرات يعني ايه؟ منطقه العاب مغامرات زي اللي بتحصل في الحاجات اللي هي في العاب مائيه مثلا، زي كده يعني. هيبقى في حاجات، كل حاجه هتتعمل، لان احنا هنجيب لسه شركه عالميه لاداره المشروع. يعني اصلا دلوقتي كمان كان في امبارح مجلس اداره في الصندوق، ومن ضمن بيقول مجلس اداره بيقول ايه؟ الطرح الموضوع على تاهيل شركات عالميه لاداره المشروع ده. احنا ومنطقه فنادي، منطقه فود كورت، منطقه حفريات هناك، منطقه حفريات هنحافظ عليها. منطقه حفريات اسلاميه هناك موجوده، لا مش عارف ده هي المنطقه دي هنحافظ عليها زي ما هي. في مقام مثلا شيخ هناك هيبقى موجود هناك زي ما هو، مش يعني هنهدم القديم على فكره. مفيش حاجه هتتهدم. انا وزمايلي النهارده اصلي كنا بنتكلم عن الارشيف بتاعنا والاخبار بتاعتنا عن العشوائيات، كانت لما بنفتح زمان الاخبار عن العشوائيات والعناوين والمنشطات الصحف كانت عامله ازاي، ودلوقتي بقت عامله ازاي. والحقيقه لقينا انه الارشيف بتاعنا بيعلمنا حاجات كتير، وبيدينا فرصه ان احنا نعمل مقارنه بين ما كان وبين ما هو الان. اعتقد زمايلي هيحطوها دلوقتي على الشاشه، عايز اعرضها على حضرتك عقبال ما يحطوها. اخلاء منطقه اهي دلوقتي، اهي انهيار برنامج تطوير العشوائيات، ده كنا فين؟ ده في السنوات السابقه. بقينا فين بقى؟ مصر خاليه من العشوائيات. بص على اليمين، العشوائيات تشوه وجه المنيا، نهايه العشوائيات. على الشمال، ملايين المصريين يسكنون العشوائيات.
شوف المشهد كان عامل ازاي وبقينا فين المشهد الجميل. الصوره بقى بألف كلمه، انا مش هقرا اللي فوق الصوره لانه الصوره باينه بقينا فين. ده ارشفنا العشوائيات تغتال شبرا الخيمه، لكن كيف نجحت مصر في القضاء على المناطق غير الآمنة خلال 7 سنوات؟ العشوائيات تحاصر العاصمة، العشوائيات تحاصر العاصمة، ده اللي كنا فيه. القنبلة الموقوتة، العشوائيات في القاهرة، ده اللي كنا فيه. إعلان مصر على الشمال بقى اللي بقينا فيه، إعلان مصر منطقة خالية من العشوائيات 2021، وبدأ إصلاح العشوائيات، ده اللي كنا فيه. لكن على الشمال اللي بقينا فيه الصورة واضحة، مش محتاجة كلام. حلو قوي الأرشيف بتاعنا، جميل. أنا حلو الأرشيف لأنه جميلة يعني، ده مشكوركم عليها فعلا يعني. خلاص بقت يعني ممكن الحلقة تخلص بقى كده. الحلقة يعني، أصل ده بصراحة يعني شيء جميل، والأرشيف ما بيكذبش، والحاضر كمان ما بيكذبش. الأرشيف والأخبار اللي كنا بنشوفها في الصحف وفي المواقع الإخبارية موجودة، مش يعني مش هنعرف نألفها أو نزور فيها، وكمان الواقع مش هنعرف نزور فيه. عايزين ننوه على حاجة مهمة جدا. الحاجة دي إن الناس هتشوف دلوقتي بعد ما قلنا خلصنا على غير آمن، شكل عمران مش كويس على الدايري، عزبة خير الله، في يعني في أماكن كتير مش عايز أذكرها يعني كلها، لأن هي مجال عندنا أصلا غير مخطط. ده عندنا 160 ألف فدان في مدن مصر، 160 ألف في مدن مصر غير مخطط، شكلها مش حلو. لكن دي آمنة، ولكن دي اللي في 2030 إن شاء الله مش هنشوفها. عشان بس الناس ما تقولش ايه ده انا معدي لقيت فيه شكل وحش. شكل وحش لكن امن، ولكن رؤيه بقى 2030 مش هيبقى الشكل ده الوحش، مش هيبقى الشكل ده برضه موجود ان شاء الله. اخلاء منطقه شمال الحرفيين وعزبه ابو قرن كانت طبعا خطوه مهمه لانجاز مشروع حدائق الفسطاط. ايه اللي بيحصل ووصلنا فيه لغايه فين؟ احنا عزبه ابو قرن جزء جوه مشروعنا، يعني هنا نقول ايه، في يعني الضربه المزدوجه هنا عزبه ابو قرن دي بتتنقل لمشروع معا. طب مكان عزبه ابو قرن هو جوه مخطط مشروع حدائق الفسطاط. اذا المكان بيخلى عشان نكمل كمان مشروع حدائق الفسطاط، عشان اللي هو المنظوره ال 500 فدان اللي بنتكلم عليهم. وخلاص احنا يمكن يعني تجاوزنا 3000 اسره اتنقلت خلاص مشروع معا. مشروع معا حاجه فاخره جدا، كان بالتعاون مع الاستاذ محمد صبحي مؤسسة معا. هم اللي بدأوا النواة والفكرة والمبادرة، وبدأوا المرحلة الأولانية والتخطيط مع بعض، والتزمنا مع بعض وبدأنا نتعاون إزاي الدولة والمجتمع المدني يتعاونوا مع بعض عشان يخرجوا مشروع زي ده. وهناك هيتميز بإيه؟ يعني إيه حدائق الفسطاط هتتميز بإيه؟ يعني إيه اللي هيميزها عن باقي الحدائق؟ لا، ما دي بقى فيها في منطقة فنادق، منطقة ألعاب، منطقة ثقافية، منطقة تراثية، منطقة فود كورت، منطقة حفريات، كل ده هيبقى موجود جواها. امتى نقدر نروح نصور الناس هناك؟ الناس شغالة دلوقتي، لكن الناس هناك بقى يعني هو سيادة الرئيس مدينا سنة ونص يعني. ايوه هنقدر. هنقدر ان شاء الله. هنقدر. يعني الحمد لله احنا يعني دايما سيادة الرئيس يعني لما بنقول مدة المشروع كذا فسيادته بيحدد مدة معينة، ما بنعرفش ان احنا فعلا يعني نقول يعني كرم وفضل من ربنا ان بيقولوا نقدر نلتزم بهذا التوقيت فعلا، ونقدر يعني فعلا بجد بنطلع اقصى طاقتنا عشان نلتزم قدام يعني مش قدام سيادة الرئيس لوحده، قدام الشعب، قدام المواطن. بصراحة هو الملف تقيل، بس بصراحة برضو انتوا قدرتوا وانجزتوا، وده اللي هيخليني أسأل سؤال برضو صعب شوية. بعد الإنجاز ده وبعد الإنجازات اللي احنا مستنيينها وبعد المشروعات الكبيرة اللي احنا عملناها أو اللي انتوا عملتوها، يعني ايه اللي يضمن انها تفضل بقى زي ما هي؟ ايه اللي يضمن انها ما ترجعش للشكل اللي كانت عليه؟ يعني ما هو زمان الحاجات دي برضو كانت حلوة جدا قبل ما توصل للإيواء والزلزال يعني. فإمتى أو مش إمتى، إزاي نقدر نضمن إنه الحاجات الحلوة اللي أنتوا أنجزتوها تفضل زي ما هي ويمكن تتطور؟ فكرنا فيها من زمان وحطينا لها حلول كمان. أول حاجة إحنا نيجي ننفذ مشروع بيحقق مطالب الناس عشان يسكنوا فيه، وازاي مثلا ايه ده الناس دي عايشه هنا، ده عايزه مثلا يبقى في هنا بلكونات، لا مفيش هنا بلكونات، ده هنا الناس بتسكن مع بعض في شقه في عمارات، لا ده بيسكن لوحده.
بحقق له مطالبه الاول وبديله كل حاجه. طيب يبقى في بيننا وبينه بنعمل عقد، العقد ده فيه اشتراطات عليا انا كدوله باديها له، وهو عليه التزامات لما بيسكن، ولازم يلتزم بهذه الالتزامات اللي هو مضى عليها. لان انا اولا لا يصح ولا يجوز انك تغير نشاط الوحده او تغير لون الواجهه او تغير الواجهه. دوله الرئيس بنفسه مره بينك. دوله الرئيس مره واحنا في راس البر، في مشروع راس البر هناك، لقى بلكونتين دهلوا اللون من جوه، غيروا درجات اللون. لا كان اجراء سريع حاسم جدا. فهنا ممكن تصل لمرحله ان غير نشاطها، ما يلعبش في شكل العمراء المعماري او الانشائي عشان ما ياثرش على الانشائي، ما يغيرش نشاط، ما ياجرش، ما يبيعش. انت ليك حق في السكن الملائم المناسب، لا تتاجرش بيه. لو عندك حلول اخرى يبقى شوفنا احنا، سيبنا احنا ناخد الحل ده لحد تاني لما انت مش عايزه، ما تتصرفش بنفسك. طيب وفي عقد بيننا وبين لازم التزم بيه، ممكن تصل الى حد سحب الوحدات منهم. وحصلت في بعض المشروعات اللي مش التزم ممكن تتسحب الوحده. حصلت يعني مثلا بورسعيد سحبت 6 وحدات من الناس اللي خلفه. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ لكل مشروع اداره. بتتابع بقى اللي بيحصل، بتتابع ومعاه المدير للمشروع، ملوش علاقه بالحي، هو واحد مدير المشروع بيتابع الموضوع وعايش فيه عشان يشوف ايه المشاكل اللي بتحصل فيه. جميل. ومعاه ادارته، لكل مشروع شركه صيانه وشركه امن عشان يتابعوا الموضوع. انا بقول الكلام ده وفي بعض المشاريع حصل فيها خروقات وحصل بعض المشاكل. طيب في لجنه عليا باوامر سياده الرئيس متشكله برئاسه الصندوق وعضويه وزاره الاسكان، هيئه الرقابه الاداريه، الهيئه الانسيه للقوات المسلحه، وزاره التنميه المحليه، والمحافظات اللي احنا بنروحها. اللجنه دي بتمر، لا يمر اكثر من 3 شهور غير لما اللجنه دي تمر تاني على المشروع تشوف لو حصل خروج عن المألوف فيها. واللجنه بتمر، بنعمل تقرير، والتقرير بنرفعه لدوله رئيس الوزراء. بياخد عليه تاشيرات زي ما حصل في كذا مشروع، ولو في حاجه مثلا زي مشروعات، مثلا في مشروع كان في الجيزه ومشروع في بورسعيد كان حصل فيهم بعض الخروج عن النص، وفي بعض الحاجات مباني محتاجه شويه مراجعه تاني. اكيد تعليمات دوله الرئيس، الصندوق يتحمل تكاليف ارجاع الشيء لاصله تاني وتعديله من تاني ومحاسبه اي حقيقة. إجراءات كلها بتتم علشان نحافظ على المشروعات دي، وإلا هنتحول تاني للي حاصل قبل كده. لازم كل ده حقيقة مجهود مبذول كبير جدا وواقع على الأرض ملموس، يخلي الكلام ده مش good not too good to be true، لا يخلي الكلام ده تروت، يخلي الكلام ده حقيقي وكلام واقعي، لان احنا بدانا نشوف ده بعينينا على الارض، مش بنقول كلام والسلام. اشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس خالد صديق الرئيس او رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الحضريه، بجد نورتنا واديتنا امل كبير في المستقبل، وتحيه تقدير والاحترام لحضرتك ولكل العاملين مع حضرتك في صندوق التنميه الحضريه، لانها شيله تقيله. هو فعلا يعني بستغل ان بقول بشكر كل الناس اللي معايا، بس عايز اقول لك حاجه، احنا والله مش حاسين بتعب، احنا مستمتعين جدا جدا بالقضيه دي، احنا مستمتعين، كلنا مستمتعين، عايشين في متعه فيها. ما حدش فينا بيحب يروح بدري لان بيشتغل، لان شغلنا بيبان على الارض ويبان فرحه الناس، وربنا بيسيب كل انسان على الشغف في الشغل برضه حاجه حلوه قوي. شغفنا كلنا غير عادي، وان انت تغير حياه الناس من حياه فيها غير امنه، فيها مشاكل من اكتر من زاويه، لحياه جميله وحياه كريمه، ده شيء محترم وشيء جميل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشروع القاهره يعني ان تكون اجمل مدن العالم في 2030 ما بقاش حلم، لا ده بقى واقع. وتعلمنا من المشروع ده انه الاحلام مش لازم تكون مستحيله، وان كلمه المستحيل دي كلمه ضد التنميه وضد التطور، وانه لو فكرنا في المستحيل عمرنا ما هننفذ الحاجات الجميله، والاحلام لا تسقط بالتقادم. فاكرين الجمله دي؟ بس كمان اتعلمنا لما نحلم نشوف الواقع على الأرض، قبل ما تحلم فوق احلم وانت فايق، قبل ما تطلع فوق انزل الحقائق، والحقائق على الأرض بتقول ان الواقع جميل وان الواقع بيتطور، بس احنا نحافظ على هذا الواقع. أشكركم شكرا جزيلا. دي كانت حلقة النهاردة من مصر جديدة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة.